السيدة زينب بنت علي عليهما السلام، عقيلة بني هاشم، سيدة جليلة، عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة، عظيمة الشأن، تربت في بيت الوحي وزقت العلم زقا، وكانت في فصاحتها وزهدها وعبادتها كأبيها أمير المؤمنين وأمها الزهراء عليهما السلام. السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب عليهما السلام، ولدت سلام الله عليها في المدينة المنورة في الخامس من جمادى الأولى في السنة السادسة من الهجرة، ترعرعت في أحضان جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وأبيها أمير المؤمنين وأمها الزهراء سلام الله عليها، وشاهدت منها فيض العبادة والزهد والبلاغة والفصاحة والإيثار والإنفاق في سبيل الله وإطعام الطعام مسكيناً ويتيماً وأسيراً، وتجسدت فيها الصفات الحميدة بعد أن نهلتها من المنبع الصافي من بيت الوحي والتنزيل. تزوجت سلام الله عليها من ابن عمها عبد الله بن جعفر الطيار عليهما السلام، وقد ولدت له 5 أولاد وهم علي وعباس وأم كلثوم وعون الأكبر ومحمد، اللذان استشهدا مع خالهما الإمام الحسين عليه السلام في طف كربلاء. كانت تكنى سلام الله عليها بأم كلثوم وأم الحسن وأم المصائب. أما ألقابها فهي الصديقة الصغرى، زينب الكبرى، العقيلة، عقيلة بني هاشم، عقيلة الطالبيين، الموثقة والعارفة، العالمة غير المعلمة، الكاملة، عابدة آل علي، وغير ذلك. بلغت سلام الله عليها أشرف ما في المرأة من طهارة وعفة وقداسة، وكفاها فخرا أنها تربت في بيت علي وفاطمة عليهما السلام. قال يحيى المازني: كنت في جوار أمير المؤمنين عليه السلام في المدينة مدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته، فلا والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله تخرج ليلا والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين عليه السلام أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين عليه السلام فأخمد ضوء القناديل، فسأله الحسن عليه السلام مرة عن ذلك، فقال عليه السلام: أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب. تعد سلام الله عليها من رواة الحديث في القرن الأول الهجري، وقد وقعت في أساند كثيرة من الروايات. عاصرت سلام الله عليها الكثير من المحن والحوادث المؤلمة، وهي فقد أمها البتول وأبيها المرتضى وأخويها الحسن والحسين بعد وفاة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله. واكبت عليها السلام نهضة أخيها الحسين سلام الله عليه بكربلاء، وقد أخذت واقعة الطف منها مأخذا كبيرا، فكانت ذات عزيمة قوية وإيمان صلب لتقف تلك المواقف البطولية بعد مقتل أخيها وأهل بيتها، ولتبين للعالم أهداف هذه الرسالة التي حملها أبو الأحرار عليه السلام بوجه الطغاة من بني أمية. فعاشت العاطفة في كربلاء بأعلى درجاتها في قلبها ومشاعرها، متحدية طواغيت بني أمية في الكوفة والشام لتهز عروشهم الخاوية ولتفضح زيفهم وهي صابرة محتسبة. فوقفت في مجلس ابن زياد معلنة انتصار الدم على السيف، حيث ردت عليه بكل شجاعة وإباء: إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة. ولم تسكت لبوة علي عن تلك الفعلة النكراء، فوقفت موقفا صارخا في الشام أمام الطاغية يزيد، حيث راحت تتحداه بقولها: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا.
لم تمكث السيدة زينب عليها السلام إلا زمنا قليلا بعد استشهاد أخيها وأهل بيتها في كربلاء، ولم تتحمل ما جرى عليها من تلك الرزايا والمصائب المفجعة حتى توفيت سلام الله عليها في 15 من شهر رجب في 62 من الهجرة. فارتفعت روحها العظيمة إلى بارئها وهي تحمل شكواها وما لاقته من المحن والمصائب، فسلام الله عليك يا أم المصائب، أشهد أنك صبرت على الأذى في جنب الله حتى أتاك اليقين. السيدة زينب عليها السلام بنت صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المشهود، منهج دين الإسلام وصاحب القبلة والقرآن وعلم الصدق والحق والإحسان صلى الله عليه وآله.